الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. هقرا ايتين من رساله معلمنا بولس الرسول الى اهل افسس. هقرا 1:10 وهقرا 3:2. 1:10 بيقول لتدبير ملء الازمنه ليجمع كل شيء في المسيح. 3:2 افسس: ان كنتم قد سمعتم بتدبير نعمة الله المعطاة لي لأجلكم. نعمة ربنا يسوع المسيح فلتكن معنا ولربنا المجد دائما أبديا أمين. في نغمة ماشية في اليومين دول إن إله العهد القديم إله دموي، بيقتل، بيأمر بالقتل، بيأمر بكذا وبيأمر بكذا، عكس إله العهد الجديد اللي هو إله النعمة. عشان نفهم الموضوع، القديس أغسطينوس قال جملة حلوة، قال: افهم التدابير يستقيم لك التفسير. افهم التدابير يستقيم لك التفسير. أنا الآيتين اللي قريتهم تدبيرين، في تدبير اسمه تدبير ملء الأزمنة، وفي صحاح 3 تدبير نعمة الله. التدابير أساسا 7. حد فيكم يسألني يعني إيه تدبير عشان ندخل في الموضوع؟ تدبير يعني نظام ربنا حطه للعالم. ربنا حط للعالم 7 نظم، ومش معناها النظام الأول فشل فقال أستبدله بالتاني، ولما التاني فشل قال أستبدله بالتالت. لا، ربنا حاطط 7 تدابير والسبعة ماشيين مع بعضيهم ورا بعض يعني. فالتدبير الأول اسمه تدبير البراءة في الجنة. التدبير الثاني اسمه تدبير الضمير، تدبير يعني حكم. الأولاني حكم البراءة في الجنة، الثاني حكم إيه؟ الضمير. التدبير الثالث الحكومات. التدبير الرابع الآباء. التدبير الخامس الناموس. التدبير السادس النعمة. التدبير السابع ملء الأزمنة، يعني مجيء المسيح الثاني. دول اسمهم التدابير السبعة. وهنشوف في التدابير السبعة إن الإنسان فاشل في كله، والله أمين في كله. أول تدبير ربنا عمله اسمه تدبير البراءة في الجنة. كان آدم وحواء أبرياء وعايشين حياة البراءة في الجنة، ولكن سقطوا في الخطية في هذا التدبير. لما اطردوا من الجنة ربنا بدأ تدبير تاني اسمه تدبير الضمير، يعني اللي كان بيحكم البشرية إيه؟ الضمير. ده من ساعة ما آدم اطرد لغاية نوح ما دخل الفلك، ده اسمه تدبير الضمير. واحد يجي يسألني يقول لي يعني تدبير البراءة انتهى؟ لا، بتمر به في فترة الطفولة. انتوا بتبروا بالبراءة في فترة الطفولة اللي هما السنتين الأولانيين. وأغسطينوس قال عن فترة الطفولة: لما كنت طفل لم أخطئ، لا لأني لست خاطي، ولكن أعضائي غير قادرة على فعل الخطية. فبيتكلم عن نفسه بهذه الصورة يا أحباء. التدبير الثاني الضمير. في حد ما عندوش ضمير؟ الضمير موجود لغاية يومنا هذا. طيب، هل الضمير نفع إن يحكم البشرية؟ لا، من بدايتها. قايين: أين هابيل أخوك؟ قال له: يعني أنت كنت حطيتني حارس لأخوي؟ قلت لي خلي بالك منه؟ قال له: ده دم أخوك بيصرخ من الأرض. وانتهى هذا التدبير بأن ربنا قال نهاية كل بشر أتت أمامي، لأن تصورات قلبهم صارت شريرة. انتهى التدبير الثاني عمله، واخدين اللي بالكم؟ رغم أنه موجود ليومنا هذا، لكن انتهى التدبير العالم بالطوفان اللي غرق العالم. لما طلع نوح من الفلك
بدأ ربنا مع البشرية تدبير ثالث. ايه هو التدبير الثالث؟ الحكومات، جمع حكومة. ايه الحكومات؟ ربنا قال لنوح سافك دم الإنسان بالإنسان يسفك دمه. عارفين ايه معناها دي؟ يعني اللي يقتل فيه حكومة بشر، يجيبوا القاتل ويحكموه وينفذوا عليه حكم الإعدام. ادي معنى كلمة سافك دم الإنسان بالإنسان يسفك دمه. وبدأت الحكومات بنوح إلى يومنا هذا. يعني الإنسان هو اللي بيحكم على الإنسان، وهو اللي بينفذ تنفيذ العدالة بالنسبة للبشرية. لكن برضو التدبير منفعش، لأن الحكومة بدل ما بتجيب للإنسان حقها بدأت تأكل من البشر إيه؟ حقهم. ويكفي أن سليمان الجملة مهمة يا أحبائي، قال في موضع العدل وجدت جورا. في موضع العدل وجدت إيه؟ جورا. فكان هذا التدبير، وكان هذا التدبير إلى يومنا هذا، وده اللي ربنا بينفذه في الأيام اللي جاية بعد كده. لما فشل بدأ ربنا بتدبير رابع. إيه هو؟ تدبير الآباء البطاركة. إيه البطاركة؟ إبراهيم الكاهن بتاع عيلته، إسحاق الكاهن بتاع عيلته، يعقوب الكاهن بتاع عيلته، أيوب الكاهن بتاع عيلته. فأصبح آباء وأبناء. يعني الحكومات حاكم ومحكوم. فقال طيب ندي تدبير الأبوة والبنوة. وهذا التدبير أيضا فشل. ليه؟ إبراهيم قال عن مراته إنها أخته، إسحاق قلد أبوه وقال عن مراته إنها أخته، يعقوب سرق البكورية من أخوه، أولاد يعقوب ضحكوا عليه وقالوا له ابنك يوسف اتقتل، كله وحش، ودي القميص بتاعه. فأصبح الآباء ما هماش كاملين. وما دام الآباء ما هماش كاملين، الأبناء تعلموا من الآباء عدم الكمال، وفشل هذا التدبير رقم 4. فربنا راح مدخل التدبير الخامس، الناموس. كلمة ناموس يعني عهد، والناموس يعني عهد أو عقد. والعقد بيبقى بين إيه؟ بين اتنين. العقد يبقى بين إيه؟ بين اتنين، بين الله وبين الإنسان. بين الله وبين الإنسان. الله في الناموس كان أمين، لكن الإنسان كان غير أمين. ولما واحد ينقض العهد، العهد بيقع. أنا هقف شوية دلوقتي على عهد الناموس اللي هو كتبه موسى. هذا العهد لما اتحط، حطه ليه ربنا؟ حطه علشان يظهر من هو الإنسان. واخدين بالكم؟ عشان كده بولس الرسول يقول إن الناموس قد زيد. زيد يعني إيه؟ أضيف، يعني دخل. الناموس ده بالظبط عامل زي دكتور التحاليل والأشعة. لما بتروح تكشف عند دكتور، يروح محولك على ايه؟ دكتور تاني، يقول لك تعمل لي التحاليل دي والأشعة دي. طيب انت لما بتروح لدكتور أستاذ في التحاليل وأستاذ في الأشعة، عمل لك تحاليل وعمل لك أشعة، يا ترى التحاليل والأشعة هتخففك؟ يعني هتاخد التحاليل وتقول الحمد لله من ساعة ما عملت التحليل ومن ساعة ما عملت الأشعة وأنا الحمد لله صحتي اتحسنت؟ لا. طب ما دام ما اتحسنتش، امال عامل التحاليل ليه؟ اللي هيعالجني الدكتور الاولاني اللي بعتني لدكتور التحاليل، دكتور عهد النعمه اللي هو التدبير ايه؟ السادس، النعمه. عشان كده يوحنا المعمدان يمثل الناموس، والمسيح يمثل النعمه. يوحنا المعمدان بيقول عن المسيح كان قبلي، يعني النعمة سابقة للناموس، ولكنه جاء بعدي رغم انه اقدم مني. بالضبط زي ما رحت للدكتور الاولاني ورحت للتاني ورجعت لمرة تانية لمين؟ للاولاني. عشان كده الناموس
اتحط عشان يبين من هو الإنسان، والناموس اتحط عشان يبين إيه؟ يبين مين اللي هيخلص ومين اللي هيشفي. يسوع المسيح يقول لهم فتشوا الكتب اللي هي العهد القديم التي تظن أن لكم فيها حياة ولكنها كلها تشهد لي. قبل ما انقل على عهد النعمة عايز أقول كلمتين على عهد الناموس هتريحكم. يوجد اتنين آدم ويوجد مركزين للاتنين الآدم في الأرض. آدم الأول مركزه في العراق بابل، آدم الأخير مركزه أورشليم. آدم الأول مركزه بابل. آدم لما اتحط في جنة، الجنة دي موجودة كانت فين؟ في العراق. في دليل على ذلك؟ كان بيمشي منها أربع أنهار، في شون وجيحون، ودول اتغطوا بالطوفان، وبعدين حداقل والفرات اللي هو دجلة والفرات، ودول موجودين إلى يومنا هذا. لما نيجي نمسك أرض آدم الأول، أرض سقط فيها الإنسان في الخطية واضطرد من الجنة، ما تنساش أن العراق أو بابل أول بلد يتسفك فيها دم. قايين قتل هابيل والأرض فتحت بقها وبلعته. لما ربنا غرق العالم بالطوفان، الفلك استقر على جبل أرارات في تركيا، فبعد ما استقر على جبل أرارات في تركيا نزلوا ورجعوا تاني العراق، رجعوا للموطن بتاعه. لما رجعوا للعراق كانوا ثلاث أولاد، سام وحام ويافس. سام يعني عالي اللي هيجي منه المسيح، حام يعني ساخن أو عصبي، يافس يعني جميل. ولما تقسمت الأرض تقسمت على الثلاثة، ثلاث قارات، ما كانش يوجد في العالم غير كم قارة؟ ثلاثة، لأن الأمريكتين واستراليا اكتشفت قريب جدا من 250 سنة بس، لكن كانت قارات العالم ثلاثة. الله أعطى أن يافس يسكن في أوروبا، وأن حام يسكن في أفريقيا، وأن سام يسكن في آسيا. واختار لنفسه ربنا قطعة أرض اللي هي أورشليم. اختارها إمتى؟ تشوفها فين؟ أشعية 8:8 يقول له أرضك يا عمانوئيل، دي أرض آدم الأخير عمانوئيل. الشيطان طبعا ذكي جدا وبيدرس كلمة الله، ففكر ان يحتل ارض عمانوئيل. طبعا حام جه على افريقيا، ابنه كنعان اللي خد اللعنه مرضش يجي افريقيا، راح سكن فين؟ في اورشليم، واطلق عليها ارض كنعان. ارض كنعان. وليه سكن فيها؟ عشان ما يديش فرصه للي هيخلص يجي في هذا المكان. لكن في الأرض الأولى بتاعت آدم هنشوفهم في الآخر الاثنين، يعني حصلت خطية، حصل قتل، حصل ايه تاني؟ بلبلة الألسن، كان الشعب كله بيتكلم ايه؟ لغة واحدة. قالوا نبني برج ولا نتفرق بين الشعوب، فقال الرب الإله ننزل هناك ونبلبل ألسنتهم. بابل هي اللي سبت شعب إسرائيل وهدت الهيكل وهدت اورشليم. خلي بالك التركيز على ان يمسحوا اورشليم بالاستيكة، تتمسح بالكامل، هي دي بابل. اخر الايام هتقروا في سفر الرؤيا، رأيت الاربع ملائكة المقيدين عند نهر الفرات المهيئين لليوم والوقت والساعة للي هيطربق الدنيا على اللي فيها اللي هي الضيقة العظيمة، مقيدين فين؟ عند نهر الفرات. يعني من بابل في الآخر خالص، عشان في عزة وبتتسجل، من بابل يا أحبائي، من بابل هنبص نلاقي إيه؟
من هذا المكان هيحصل النهاية والخراب بتاع العالم. من هنا نقدر نقول ان هل التدبير الخامس اللي هو تدبير الناموس يوجد فيه إله دموي؟ لا طبعا، لا طبعا. لما تشوف طبع الله في العهد القديم يقول لهم ايه يا حبائي؟ شوفوا في سفر الخروج 23:9، لا تضايق الغريب فإنكم عارفون نفس الغريب لأنكم كنتم غرباء في أرض مصر. يعني اوعى تضايق الغريب. ربنا لم يؤمر بني إسرائيل إن اللي ما يدخلش الدين الإسرائيلي يتقتل. في آية تبين كده، في آية تبين اللي ما يعتنقش الدين الإسرائيلي يتقتل. لكن إسرائيل كانوا بيدافعوا على الأرض بتاعتهم اللي الشيطان ملك فيها الحيسيين والأموريين والفرزيين والكنعانيين، فقال ربنا خلاهم يقتلوهم. تيجي تقول طب ويقتلوهم ليه؟ لأن التدبير الثالث بيقول لك سافك دم الإنسان بالإنسان يسفك دمه. ده في التدبير نفسه، الإنسان يحكم على الإنسان كفرد والإنسان يحكم على الإنسان كدولة. ومن حق أي دولة في العالم، أي حد يعتدي على أرضها، من حقها أنها إيه؟ تدافع عن نفسها. ولا ده غلط؟ ولا ده خطأ؟ لأن عهد الناموس هو عهد الميزان. يعني إيه الميزان؟ يعني لكل فعل رد فعل. أدى الميزان، تحبني أحبك، تكرهني أكرهك، عين بعين وسن بسن. ده الفكر البشري. عشان كده الناموس لما جه على مستوى البشر مش على مستوى السماء. انتوا عشان خدتوا عهد النعمة مستوى السماء فبتبصوا للمستوى البشري وتقول لا 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 لا، ايه أبغض عدوي؟ ده بيقول لك حبوا أعدائكم. دي ما تقدرش تقولها في عهد الناموس. ليه؟ لأن ده مش مستوى إنساني. أما المستوى إيه؟ مستوى سماوي. طب المستويات كام؟ ثلاثة. توجد ثلاث مستويات في المعاملة. المستوى الأول اسمه المستوى الشيطاني وبنسميه مستوى العقرب. المستوى الثاني اسمه الإنساني وبنسميه الميزان. المستوى الثالث بنسميه السماوي اللي هو عهد النعمة، وده اسمه مستوى الشمس والمطر. تقولوا لي يعني ايه الكلام ده؟ يعني ايه مستوى العقرب؟ اصل العقرب ما بيشوفش، طول ما هو ماشي بيبخ سمه، يلاقي طوبة يبخ سمه، رجل كرسي يبخ سمه، رجل بني آدم يبخ سمه. يعني طريق العقرب كله ايه؟ سموم. اهو ده فكر إبليس. فكر إبليس سموم بس، ما يعرفش يعمل غير الشر. طيب الفكر الثاني الميزان الإنساني، يعمل الخير ويعمل الشر، يعمل الخير مع اللي يعمل معاه الخير ويعمل الشر مع اللي يعمل معاه الشر. لو ربنا طلب من الإنسان أكتر من كده يبقى ظلمه، لأن ده طبيعته إنسانية. قال عنها يوحنا المعمدان: الذي من الأرض أرضي ومن الأرض يتكلم. عارفين يعني ايه عين بعين وسن بسن ولا لا؟ يعني تخلع لعيني أخلع لك عينك، تخلع لسنتي أخلع لك سنتك. العين غالية والسنة رخيصة، كل اللي قدامي خلعوا أسنانهم بس ما حدش من اللي قدامي خلع عينيه. أدي معنى كلمة عين بعين وسن بسن. فده المستوى الأرضي. لما جه المسيح في عهد النعمة، عهد النعمة مش جاي للأرض، أمال إيه؟ جاي ياخد من الأرض. بصوا، مش جاي للأرض، جاي ياخد من الأرض. كنتم من العالم لكن لكم الآن لستم من العالم. طب وإيه الدليل؟ لأنكم لو كنتم من العالم لكان العالم يقبلكم، ولذلك العالم يبغضكم. طيب المستوى السماوي اسمه مستوى إيه؟ الشمس والمطر. يعني ايه الشمس والمطر؟ اصل واحد من حضراتكم يسألني سؤال، احنا ما شفناش السماء،
عشان نقيمها أقول لك شفتها من تحت. الشمس بتشرق على الأشرار والأبرار، والمطر بينزل على الصالحين والطالحين. آدي معنى اللي هو بيقول العصر ده. فهنا نلاحظ إن كان دايما الشيطان بيركز على حاجتين: عن النسل اللي هيجي منه المسيح، وعلى الأرض اللي هيحكم فيها المسيح. المسيح هينزل في أورشليم وهيبقى وادي يهوشافاط، وهيدين العالم من هناك من مكان جبل الزيتون. في هذا المكان اللي صعد منه هينزل منه عشان يدين العالم. لما نيجي في البلورة الأخيرة بتاعت سفر الرؤيا، جاب لنا امرأتان، اتنين ستات: هلما أريك باب الأم الزواني. النظام الإنساني الأول اللي هيضيع، اللي ساب ربنا. زواني، كلمة زواني يعني ايه؟ زواني مش نجاسة، أمال زواني ايه؟ سلوك خلف آلهة أخرى. إله المال، أناس كثيرون آلهتهم بطونهم، لا يستطيع أحد أن يعبد سيدين. فده بابل العظيمة، ده النظام الأممي اللي هم أن نتحد ولا نكون بعد نتفرق في الشعوب، ونبني لأنفسنا برج. خلي بالك البرج ده رمز لمين؟ لاسم الله، اسم الرب، برج حصين. لا، احنا مش عايزين برج لاسم الرب، عايزين برج لأنفسنا. وبنوا البرج لأنفسنا، أيوة. ايه هو عنوان البرج ده؟ حقوق الإنسان. طب وحقوق الله مالنا بيها؟ احنا مالنا ومال حقوق الله؟ ياخد حقوق وما ياخدش، احنا اللي يهمنا حقوق الإنسان. وخلي بالك حطوا جنب الأبراج بتاعتهم في نيويورك المدينة العظيمة، حطوا تمثال الحرية. عايز تعبد الشيطان؟ حقك. راجل يتجوز راجل، ست تتجوز ست، حقهم. ما هذه حقوق الإنسان، حقوق الإنسان. عشان كده هنا سقطت، سقطت بابل أم الزواني التي جعلت الناس يشربون من خمر زناه. ولكنه قال لها: لما فأريك. العروس امرأة الخروف في اصحاح 21: وأخذني إلى جبل عالي، ورأيت المدينة المقدسة أورشليم نازلة من السماء، مهيئة مزينة كعروس لرجلها. أورشليم الأرضية بيتخانقوا عليها. اليهود يقولوا دي العاصمة بتاعتنا، الفلسطينيين يقولوا لا دي العاصمة بتاعتنا، والخناق كله عليها. واخدين بالكم؟ الخناق كله عليها. لكن هيفاجئوا دول ودول ان أورشليم نازلة منين؟ من السماء. أورشليم السمائية، لان أورشليم الأرضية شبع الدم. يا أورشليم، يا أورشليم، يا قاتلة الأنبياء وراجمة المرسلين إليها، هيطلب منكم كل دم، من دم هابيل الصديق إلى دم زكريا ابن براخيا الذي أنتم قتلتموه بين الهيكل والمذبح. كملوا مكيال أبائكم بأنهم صلبوا المسيح على تلة الجلجسة خارج أورشليم. فكان هنا بالنسبة لما نيجي نتكلم، ربنا عايز ياخد في النظام، في التدبير الآباء اللي هو الرابع، عايز ياخد عينة من البشر. خد إبراهيم عشان العينة دي عمل لها حماية اللي هم إسرائيل، واسمه الشعب المختار. قال لهم ما تختلطوش بالبشر، ما تختلطوش بالناس. ليه؟ أصل العالم كله بيعبد الأوثان، ومحدش في الكون بيعبد الله غير إسرائيل. كل العالم وثني، المصريين وثنيين، العرب وثنيين، كل وثني، كل آلهة الأمم شياطين. لكن الإله الوحيد الحقيقي هو الله، إله إسرائيل، وهم الشعب المختار. بقوا أوحش من الأمم، وبقوا يجروا وراء آلهة الأمم.
فلما ربنا حب يديهم الارض قال لهم تاخدوا الارض، فقال لابراهيم حاجه، قال له شعبك هيتغرب في ارض غريبه ليست لهم، تكوين 15، 400 سنه وبعدين هرجعهم للارض بتاعتي. الارض ما هيش ارض اسرائيل، الارض هي ارض عمانوئيل، ارض الله، وانا هرجعهم بزراع شديده. طب ليه 400 سنه؟ قال لان اللي ساكنين في الارض الكنعانيين والاموريين ذنبهم لم يكتمل بعد، لان ذنب الاموريين لم يكتمل بعد. وكلمه ذنبهم لم يكتمل يعني انا مش ظالم، اذا كان ذنوبهم ما تسمحش ان بيتقتلوا ما اسمح لكمش انكم تقتلوهم، لكن لما الذنب يكتمل ممكن بيدكم انا انهي عليهم، لاني انا اصدرت في التدبير الثالث ان سافك دم الانسان بالانسان يسفك دمه يا احبائي. ده في التدبير ايه؟ الثالث. فهنا لما نلاحظ في الصوره نلاحظ حصلت حاجه. ايه هي؟ الشيطان لما ما قدرش على الارض قال اقضي على النسل الملكي. عسليه قتلت النسل الملكي وفضل واحد عشان ما يجيش من نسل داوود. هيرودس قتل اطفال بيت لحم، كل ده عشان يقضي على مين؟ على النسل اللي هيجي منه المسيح. فجاء المسيح وصنع الخلاص يا احباء. فلما قال لهم الامم الشريره تقتلوهم، طب انت يا رب عندك خيار وفقوس؟ قال لا، اسرائيل وهي معاي تقتل الاشرار، واسرائيل لما تخطئ اخلي الاشرار يجي يقتلوهم. ولذلك لما اخطا اسرائيل بعت لهم مين؟ نبوخذ نصر. جه قضى على اورشليم وقضى على اليهود وقضى عليهم كلهم. عشان كده مشيوا كويس يحميهم من الامم، مشيوا وحش يسيب الامم يخلصوا حقهم منهم، وياتي من الشمال ومن اقاصي الشمال العدو ليهم. حتى لما رفضوه وقالوا لا نريد ان هذا يملك علينا، وقف على الجبل وبكى وقال لاورشليم لو كنت تعلمين زمان افتقادك ومين اللي بيكلمك كنت تبتي، لكن هتاتي ساعه ويحيط بك اعدائك بمترسه ويهدمونك وبنيك فيك. ولما جم يقولوا الملك قالوا ليس لنا ملك الا ايه؟ قيصر. والقائد الروماني تيتوس هو اللي جه هد الهيكل سنه 70 ميلاديه وهد اورشليم وطحنهم وبهدلهم في الدنيا كلها، وفي الاخر بقى هو القيصر، يعني اللي اختاروه هو اللي افناهم يا احباء. يبقى لما نيجي نقول هل اله العهد القديم دموي؟ لا، ربنا لا يشاء موت الخاطئ ولا يسر. ده من حنان ربنا وعاطفته، ده بيقول لهم لا تذبح جدي بلبن امه. عارفين الكلمه دي معناها ايه؟ اصل الام في الحيوانات وهي بترضع لمده سنه العاطفه بتاعتها بتبقى متعلقه بالبيبي بتاعها. في ناس كان عندهم بقره وولدت، العجل الصغير طلع فوق السطح، وقع من على السطح وهو 6 شهور مات. الام شافته وهو ميت، قعدت تعيط 24 ساعة ودموعها نازلة، وقطعت الاكل لغاية ما هي كانت هتموت وذبحوها، لحقوها وذبحوها. فربنا لما يقول لا تذبح جدي بلبن امه يعني طول ما العاطفة تجاهه ما تذبحوش. بعد السنة الام ما تعرفش ابنها، خلاص انتهت العاطفة. فإذا كان ربنا بيقول في العهد القديم لا تذبح جديا بلبن أمه، ربنا في العهد القديم يقول لا تكم سورا دارسا، ربنا في العهد القديم يقول لك لما تيجي تحصد الأرض بتاعتك سيب الزوايا وسيب اللي يقع منها للفقير والغريب والأرملة واليتيم، هل هذا الإله إله دموي؟ لا طبعا، مش إله دوي. لما بتيجي تقارن مصل البعض يقول لك طب الارهابيين اللي بيقتلوا دول زي الارهابيين بيقتلوا، هناك فرق بين الاثنين. دول
عايزين أرضهم فبيحاربوا من أجل أرضهم، لكن عمرهم ما حاربوا من أجل دينهم. مفيش واحد يهودي، بالعكس السامريين اعتنقوا الدين اليهودي. اليهود ما رضوش يخلوهم يدخلوا أورشليم، رفضوهم، قال لا انتوا أنجاس ما تدخلوش. وكانوا بيسجدوا على جبل جرزيم، وده اللي خلى المرأة السامرية تقول له هنا في جرزيم ينبغي السجود أم في أورشليم؟ قال لها لا هنا ولا هنا، الله روح خلاص، في عهد النعمة الذين يسجدون له فبالروح والحق ينبغي أن يسجدوا. أما التدبير السادس اللي هو تدبير النعمة، ده عهد بين اتنين، بين الآب والابن. أنت مش طرف في العهد، لو دخلت طرف هتبوظه. بين الآب والابن، الآب بيقول عايز والابن فيه النعم وفيه الأمين ونفذ الكل. تقول لي طب أنا أدخل إزاي في العهد ده؟ أقول لك تلغي ذاتك، لا أنا أحيا، لا أنا بل المسيح يحيا فيا. فتبقى هنا صورة إن أنا عايش بعمل الروح القدس. عمل الروح القدس اللي فيكم أعلى من مستوى البشر، عشان كده لما يجي يديكم الوصية حبوا أعداءكم، باركوا لعنيكم، احسنوا إلى مبغضيكم، صلوا لأجل الذين يسؤون إليكم ويضطهدونكم. ومش بالدراسات ولا بالقراية ولا بالاطلاع، انتوا شفتوا بعنيكم ست غلبانة بسيطة ابنها اتقتل من أجل المسيح. اللي بيتكلم معها في التلفزيون بيقول لها ربنا ينتقم، قالت له لا ربنا يهديهم ويسامحهم. واحد من المعلقين قال انتوا من انه نوعية، احنا نوعية بشرية ضعيفة، بس روح الله ممتلكنا، بنفرح في الضيق وبنفرح اذا اضطهدونا وضربونا وبهدلونا، بس بنحزن على اللي بيقوموا بالعمل ده، وبنصلي من اجلهم ان ربنا يفتح عينيهم علشان يعرفوا ايه هو الايمان الحقيقي، وان الله ليس اله دموي. لكن واحد يسألني سؤال قبل ما افتح لكم باب الاسئلة دلوقت، واحد يسألني سؤال ويقول لي ايه، طب ليه احنا دايما بننسب لربنا كل حاجة؟ عارفين ليه؟ زي عارفين لعبة صلح ولا لا؟ لما شوية شباب يلعبوا صلح، واحد يغطم ايده عينه ويمد ايده، فلما بيجيله ألم على ايده جديد يبص في الواقفين وينقي اشد واحد ويقول له انت، وممكن ما يكونش ايه هو. فاحنا عشان عارفين ان الله ضابط الكل فبنقول له ليه يا رب. والكلام ده مش احنا بس اللي بنقوله، ده ابراهيم ابو الاباء قاله لما قال له انا هحرق سدوم وعمورة، قال له أديان الأرض كلها لا يصنع عدلا؟ نفترض في 50 واحد تاخدهم في الرجلين. كلمة أديان الأرض كلها لا يصنع عدلا يعني أنت ظالم. طب ماشي يا إبراهيم، إيه لا إيه العدل في نظرك؟ قل لي لعدلك أيها الإنسان. قال الخمسين الحلوين انقذهم والوحشين احرقهم، ده عدلك يا ابراهيم؟ طب اسمع عدلنا، لو في 50 حلوين انا هسامح كل الوحشين، امامه كل فم يسد. تفضلوا في الاسئلة، مين عايز يسأل؟ تفضل، حد لي سؤال؟ انا تحت امركم. هيا أسامة عايز تسأل؟ تفضل تعال. تمام. أولا علشان أجاوبك على السؤال ده، القتل يعني موت، والموت مش ربنا اللي دخله، اللي دخله الإنسان، وأجرة الخطية موت. فكل لما تيجي تقول لي إيه ذنب الحيوان،
طب ما ربنا قال اذبحوا الحيوانات، حصل ولا ما حصلش؟ طيب ايه ذنب الاطفال؟ الطفل ده اللي هيبقى مع الناس الاشرار، لان الاشرار لما بيقعدوا وسط الابرار المعاشرات الرديه بتعمل ايه؟ بتفسد الاخلاق الجيده. عشان كده قال لهم لا تتجوزوا منهم ولا تعاملوهم، وان سبتوهم في وسطيهم هيبقوا شرك ليكم. اضرب لك مثل من الكتاب المقدس، شاول الملك. الكتاب بيقول للرب حرب مع عمليق. الملك بتاع عمليق اسمه ايه؟ اجاج. كلمة اجاج ده مش اسم الملك، اي ملك يطلق عليه كلمة ايه؟ اجاج. زي مثلا المصريين الملك بتاعهم اسمه ايه؟ الفرعون. زي الطليان الملك بتاعهم اسمه ايه؟ الرومان، قيصر. اي واحد اسمه قيصر، اغسطس قيصر، يوليوس قيصر، احمس فرعون، تحتمس فرعون. فده اسم لقب للملك. فالملك بتاع عمليق، عمليق ده رمز للشيطان، للرب حرب مع عمليق. الملك بتاعهم اسمه ايه؟ اجاج. لما ربنا قال لشاول الكلام اللي انت بتقوله، قال له بيت كل عمليق. كان يريد بهذا ان يبيد الارتباط بالشر، لان الشيطان بيسيب ايه؟ بيسيب نزناز لنفسه للكل. شاول غلط غلطة، مرضيش يقتل اجاج، قريتها ولا لا؟ عفى عنه، وعفى عن خيار الغنم والبقر. ولما جاله سموئيل قال له ما هذا الذي اسمع؟ قال له انا عملت اللي انت قلت عليه بالكامل. قال له طب وصوت الغنم؟ قال ده غنم لناه حلو، قلنا نقدم منه للرب. تقدم للرب من عدو الرب؟ فراح مسك اجاج سموئيل وعمل ايه؟ وقتله. شاول مرضش ايه؟ يقتله. مين من نسل شاول يا أسامة؟ مردخاي. مردخاي من نسل مين؟ بنيامين. وشاول بنياميني. مردخاي البنياميني مين اللي كان بيضطهده؟ هامان الاجاجي. يعني اجاج الخطية دي اللي كان في ايدك تقتلها دلوقتي، بكرة هي اللي هتقتلك وتقضي عليك. فهمت الفرق بين الاتنين؟ فدايما ربنا ما بيرضاش يتساهل مع الشر. والعهد القديم ما فيش الروح القدس يحل فيهم، لكن يحل عليهم، ودي مؤقت. فربنا ما يقدرش يطلب منهم اكتر من امكانياتهم. لكن احنا مطلوب مننا، عشان احنا في عهد النعمة عارفين ان عهد الناموس عهد ارضي وبركاته بركات ارضية، لكن عهد النعمة عهد سماوي وملوش اي بركة من البركات الارضية. حد ليه سؤال تاني؟ تفضلي. قصدك على سدوم وعمورة حرقهم بالنار؟ طبعا ربنا مش عارف انه ما يتغير، صح؟ بص يا بنتي، الله يريد حاجة واحدة لا انت ولا انا نفهمها، يريد ان الجميع يخلصون والى معرفة الحق يقبلون. واللي قتلهم بالطوفان واللي قتلهم بالنار دول ربنا صبر عليهم ميات السنين، ميات السنين. واخد البالك؟ الخمسين دول قال له لو في خمسين هسامح الوحشين، لان انا مش ظالم. ده حتى قصبة مردودة لا يقصف وفتيلة مدخنة لا يطفئ. وبصي داود قال له امامك كل فم يستد، يعني لما هنروح للدينونة. لكن اللي حصل لهم هنا، لان الخطية تحمل عقوبتين، عقوبة ارضية
وعقوبة أبدية. لازم تعرف النقطة دي. زي داود زنى وقتل، قال أخطيت للرب، قال له بالنسبة للأبدية الرب نقل خطيتك. خلصت؟ قال له لا، بالنسبة لهنا السيف لا يفارق بيتك ونساءك يفعل بهم فوق السطوح، لأن هنا في الأرض ما يزرعه الإنسان إياه يحصد أيضا. لكن الدينونة في الأبدية ده موضوع تاني، دينونة الأبدية. لكن أساسا الموت، عشان تبقى عارفة، الموت أساسا مش تجربة، ده حكم. أنت نازلة من بطن أمك منتظر الموت، وأنا نازل من بطن أمي منتظر الموت، لأنه قد وضع للناس أن يموتوا مرة وبعد ذلك الدينونة. فلما تيجي تقول الموت، هل الله هو اللي جاب الموت؟ ده سؤال. ربنا اللي جاب الموت، أنا اختطفت لي قضية الموت، خطفتها. عارف خطفتها يعني إيه؟ يعني حسيت إنها حاجة حلوة، لأنها بتيسر لي في هيئة لذة يعقوبها ندم. فهي بتبقى شداني، بصت للشجرة بهجة للعيون جيدة للأكل، أكلت اتفتحت عينيها هي وآدم، فبقوا هنا عريانين وهناك مدنين. وكان لابد ان ربنا يعالج النقطتين دول. لكن صدقيني هنشوف امام كرسي ربنا، لان في آية واضحة تقول الذين بلا ناموس هم ناموس لأنفسهم. اوعى تفتكري ان كان في العهد القديم المختارين من اسرائيل بس، لا، في من الامم مختارين، منهم ايوب العربي، ما ايوب ده عربي من الجزيرة العربية، وكان رجل كامل وبر ومستقيم. عشان كده نلاحظ ان ربنا ليه في كل مكان مختارين، وليه في كل زمان شهود. ودي احنا ما نقدرش نحصرها، لكن نقدر نعيش بالايمان المقدم لينا. حد ليه سؤال تاني؟ طيب نكتفي بكده، وكل سنة وانتم طيبين.